بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعدادي أشواط صباحي هذا اليوم. شوطنا الرابع مكملا للجولة الأولى، وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان، المهجنات، الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. تشارك هذه الشعارات وهذه الأسامي في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز على أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة كي نعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحديات وإثارة في هذا المسار المتجدد وعبر قناة دبي ريسينج. صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة والأرهني اللي قاد المجموعة، اللي قاد المجموعة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. نتابع الصدارة والبداية وأرهناك كالأصفر خالد بن سعيد بن بروكة الحميري، من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبهذا الاندفاع المتميز. يلي مع المركز الثاني الفارس محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المحيط ياتي على مستوى المركز الثالث بالشعار سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة، وعلى مستوى المركز الرابع أرى التقدم والتسلل من الجانب الآخر ملهم لمنصور بن مبارك بن علي الشريفي، ياتي رابعا. نتابع المركز الخامس، نتابع التسلل والتقدم في هذه اللحظات. رحال مع المركز الخامس ياتي أيضا بهذا التقدم سالم بن راشد بن غدير، ومع المركز السادس راهي لخالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع تحديات تابع ملقاط، يتقدم الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ينطلق على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات من عمق الميدان وصول وتقدم ايضا لمرفوق لحمدان بن محمد بن احمد المهيري، وعلى مستوى المركز التاسع ننطلق مع مرهي لمطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمه، ولكن ارى هناك ايضا اسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، بداية هذا الشوط، وأرى هناك اللي على رأس الحربة، اللي على رأس الحربة الأصفر خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري، يتقدم صدارة هذا الشوط، والأصفر لخالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري، من ياتي بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل مع المركز الثاني الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديدة، ياتي مع المركز الثاني. المركز الثالث المحيط للسلطان بن حميد بن سلطان بن كديدة، كذلك ايضا ياتي باسمين عملاقين في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، وعلى مستوى المركز، على مستوى المركز الرابع أرى التقدم، أرى التسلل لملهم منصور بن مبارك
المبارك بن علي الشريفي ينطلق على مستوى المركز الرابع، خامس التحديات مرفوق، حمدان بن محمد بن احمد المهيري يتقدم يتسلل ينطلق مع المركز الخامس، سادس الانطلاقات راهي خالد بن لاحج بن مرزوق الحلامي في متابعة وانطلاقة راهي مع المركز السادس، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع ارى التسلل التقدم الانطلاق التحديات لم القاط لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري ينطلق بدوره مع المركز السابع والثامن التحديات، المركز الثامن شعار سالم بن راشد بن غدير الكتبي مقدما لرحال، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع ياتي شعار ابو الضبيع ياتي ايضا بهذا التقدم بهذا الاندفاع مرهي لمطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي، ومع المركز العاشر وصلت الاسامي وصلت التحديات، ياتي الكاسح لسعيد بن عبيد بن ضبيعه الكتبي يتقدم بدوره مع المركز العاشر في هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدم، مع ندان الثاني مع التحديات في هذا المسار ومع هذا السن سن الثنايا، لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك أيضا التحديات الحاضرة في هذا الصباح في أول أشواط الثنايا الجعدان المهجنات الأصايل بالشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة، نتابع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة، تحديات هذا الشوط والفارس بشعار محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة يتقدم، ولكن عاد مع هذا الانطلاق الأصفر إلى الصدارة والمقدمة، خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري يقدم الأصفر بهذا التقدم بهذا الانطلاق المثير، المركز الثاني المحيط لسلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة، ثالث الانطلاقات نتابع الفارس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة، وعلى مستوى المركز الرابع أرى التقدم أرى التسلل لملهم منصور بن مبارك بن علي الشريفي ينطلق مع المركز الرابع، ماخذ له زاوية بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع، وعلى مستوى المركز الخامس أرى التحديات القادمة الانطلاقات في هذا الانطلاق المثير، تحديات مرفوق حمدان بن محمد بن أحمد المهيري، ومع المركز السادس أرى تسلل وصلت الأسامي والشعارات، وأرهني أيضا الانطلاق القادم التحديات لم القاف عبد الله بن محمد بن عبيد الغفلي يقدم ملقاف مع المركز السابع، المركز الثامن ملقاط هلال بن سعيد بن هلال الظاهري من الجانب الاخر، قدوم وتسلل ايضا مع الكاسح سعيد بن عبيد بالطبيعه يقدم الكاسح بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير، ما شاء الله من الجانب الآخر يصل يتقدم بهذا الأداء بهذا التحدي، إزعاج لعلي بخريفة بخميس الغويص يقدم إزعاج مع المراكز المتقدمة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، بنعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك أيضا الحوار ثنائي والصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز، نتابع شعار أيضا بن مبروك الحميري من ياتي بهذا الانطلاق مع الأصفر، خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري يقدم الأصفر بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع منذ البداية على قمة هرمي هذا الشوط في هذا الانطلاق المثير،
الخير ما شاء الله ما شاء الله، ولكن أرى الأسامي أرى الأسامي بدأت تقترب من بعضها البعض بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المتميز. الصدارة الصدارة والبداية والمقدمة والأصفر من يقود المجموعة بشعار خالد بن سعيد بن بروك الحميري ياتي بناموس هذا الشوط منذ البداية، إزعاج مع المركز الثاني، ولكن اللي وصل المحيط سلطان بن حميد بن سلطان بن كديدة مع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث اللي ماخذ له زاوية بهذا التقدم أيضا، ولكن وصل أيضا بهذه التحديات الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديدة مع المركز الثالث رابع الانطلاقات. شعار الشريفي يتقدم ينطلق بهذا الأداء بهذا التقدم الواضح، والباين منصور بن مبارك بن علي الشريفي ياتي بتحديات ملهم اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات، بدأ يتقدم بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المثير، وإزعاج قادم إزعاج قادم. علي بن خليفة بن خميس الغويص مع المركز الخامس، ارصد لي الكاسح بشعار سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي، ولكن الصدارة الصدارة والبداية والمحيط من سيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. سلطان بن حميد بن سلطان بن كديدة يتابع هذا الانطلاق، وأهالي المرموم هم الأقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز مع تحديات المحيط، ولكن ارصد للقادم مع المركز الثاني ياتي ملهم منصور بن مبارك بن علي الشريفي، وثالث الانطلاقات مرفوق لحمدان بن محمد بن احمد المهيري، ولكن المحيط قفل على مجريات هذا الشوط من المرموم الى المرموم. سلامات هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدم المحيط، تهانينا لمالك سلطان بن حميد بن سلطان بالكديده ولحظات وصوله الى خط النهايه بدون اي منافس على الاطلاق. تهانينا لسلطان بن حميد بن سلطان بن كديده، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ملهم منصور بن مبارك شريفي، المركز الثالث مرفوق لحمدان بن محمد بن احمد المهيري، المركز الرابع الكاسح لسعيد بن عبيد بالضبيعة، وخامس الانطلاقات شاهين للبادي بن راشد بن سالم النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. 12 دقيقة 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا للسلطان بن حميد بن سلطان بن كديدة على فوز المحيط بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول، عشر دقيقة 52 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لمنصور بن مبارك بن علي الشريفي من قدم ملهم مرفوق مع المركز الثالث. 12 دقيقة 53 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا لحمدان بن محمد بن أحمد المهيري مع تقدم مرفوق مع المركز الثالث.